إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلا، وبناء على معلومات مستقاة من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلا، مفادها تحويل شحنة من البقوليات عن غير وجهتها من مخزن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بورقلا إلى منزل أحد التجار على متن شاحنة بغرض الاحتكار والمضاربة. بعد الاستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المنزل، تم حجز 46 كيس من مادة الحمص سعة 25 كيلوغرام بوزن إجمالي قدره 11.5 قنطار، مبلغ مالي قدره 12.4 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الشاحنة المستعملة في النقل، مع توقيف 5 أشخاص متورطين. على إثر ذلك تم إعداد ملف قضائي من أجل جناية المضاربة على الحبوب ومشتقاتها والبقول الجافة، سيتم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.